اشوف انه هو زميلي صديقي اقربائي عنده هاي الامور، احاول يعني ما اروح راسا مباشره واروح واشتكي هسه نازل خاف خاف الحين مشتكي وبعدين تجي الشرطه وكذا، لا هو نفسه بده تخوفه وبعدك عشاير وغيره، اروح احكي وياه. يعني انا جزء من الشعب، الشعب يتقبل صار من يجي احد يحكي وياي وقريب علي اتقبله، بس من يجي غريب يمكن ما اتقبله. فانتم دوركم يا اولادي، انتم المسج، انتم رساله عن طريقنا، انتم بتطلعوا اشوف انت حاله سلبيه احاول قدر الامكان انه هو او امه شفته ما بقى تيجي الساعه. يعني بعد هاي الفتره انا ما احكي وياه ما اخذ هاي النصيحه، لا والله تيجي الساعه بعد اتصرف واتصرف وياه. العمر والعافيه، انا اشكركم على هذا المقدمه.